سيداتي سادتي، السلام عليكم. اليوم غادي نوجد واحد الوصفه ديال واحد الياوغت منزلي بدون آلة ياوغت وبدون فرن. هي وصفه سهله جدا وناجحه 100%. باش نديروا هذه الوصفه كنحتاجوا الحليب، حليب كامل الدسم، اي طرو ديال الحليب. انا عندي هنا الحليب ديال العبار اللي كيكون فايض وكتخليوه يبرد حتى يولي ماشي نقولوا دافي، مي اكثر شيئا ما من دافي، يعني واحد شويه اكثر من دافي. وجوج معلقة كبار ديال الحليب بودرة، واحد الياوغت بنكهة الفاني، صافي. كتخلطوا داك الياوغت مع الحليب بودرة مع شوية الحليب، كتخلطوهم هكذا في واحد البول باش ما يديروش حبيبات، وكتردوا ترجعوهم في الحليب ديالكم اللي كيكون كما قلت لكم اكثر شيئا ما من دافي، صافي. وكنزيدوا عليه السكر، جوج معالق كبار ديال السكر. انا عندي هنا السكر الاسمر ونكهه الفاني. الا ما عندكمش نكهه الفاني، واحد زوج تاع لي ساشي ديال السكر فاني، صافي. كتخلطوا مزيان وكتديروهم في الكيسان ديالكم. انا عندي هنا كجاب لي 6 ديال الكيسان كبار، الكيسان كبار. الا كانوا الكيسان صغار يعني راه غادي يجيب لكم 8 ديال الكيسان ولا هكاك، شحال فوالا، صافي. من بعد ما كتعمروهم في كيسان كتسدوهم بالفيلم اليمونتير كل واحد بحدو، وكديروهم تغطيوهم بواحد البطانيه لمده، تخليهم غير في درجه حراره المطبخ لمده 10 الى 12 ساعه، صافي. من بعد كديروه في، مين كتوصل ديك 12 ساعه ولا 10 سوايع ولا 12 ساعه، كديروه في الثلاجه، كيبرد مزيان واحد جوج سوايع ولا، المهم حتى كيبرد مزيان وكيشد راسو، كيكون شاد راسو ديجا كيبرد مزيان، صافي. وبصحة وراحة. من بعد ما يبردو مزيان، من بعد ما يبردو مزيان في الثلاجه كنجبدوهم كما كتشوفوا، شوفوا يعني شادين راسهم مزيان، ما كيطيحش ليا وقت، كنقلب كاع الكيسان هكذا ما كيطيحش ليا وقت، فوالا. يعني طريقة سهلة جدا والمقادير بسيطة جدا. نعود المقادير، عندكم يطرو ديال الحليب، فيه واحد الياوغت بنكهة الفاني، وجوج معلق كبار ديال الحليب بودرة، ومعلقة ولا جوج معلق كبار ديال السكر. انا عندي هنايا سكر، عندي هنايا سكر شمندر، يعني السكر الاسمر، ولكن سكر عادي لا، عندكم غير السكر العادي يكفي. ونكهة الفانيلا، ولا الا ما عندكمش نكهة الفانيلا، جوج ديال اكياس نتاع السكر الفاني. كتشوفوا شاد راسو مزيان، يعني طريقه ناجحه 100%، ما يمكنش انكم غاديش تنجح لكم بهذا. سيداتي سادتي، نكون قد اتينا الى نهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم وانكم غادي تطبقوا الوصفه اللي كما كتشوفوا هي سهله جدا. وكنذكركم بان هذا الفيديو موجود باللغه الفرنسيه على القناه. والى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.